من بيروت ينضم إلينا عبر الهاتف سيد علي الأمين، الكاتب والمحلل السياسي. سيد علي، هذه العقوبات الأمريكية كيف تؤثر على حزب الله ولبنان أيضا؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. بداية يجب الإشارة إلى أنه هذه حزب الله مدرج على لائحة الإرهاب، صدرت عدة قرارات تتصل بأشخاص بأفراد من حزب الله ووضعهم في على لائحة العقوبات الخزانة الأمريكية وما إلى ذلك، ونحن منذ سنوات نرى يعني سلسلة إجراءات تساهم في مزيد من محاصرة حزب الله ماليا واقتصاديا وما إلى ذلك من نشاطات ربما كان يقوم بها في وقت سابق على هذا المستوى. الأمر الجديد فيما يتصل بالعقوبات الأخيرة وأنها يعني نحن نعلم أن حزب الله أصلا على لائحة الإرهاب، فبالتالي أعضاءه ضمن أن يكونوا يندرجون في هذا الإطار، لكن ما هو الجديد الذي يحمله هذا القرار؟ وهو ينطوي في البيان الذي صدر عن الخزانة الأمريكية. التصويب الأمريكي على العقوبات هو اختار 3 شخصيات، 2 في البرلمان اللبناني، أحدهما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وهي كتلة حزب الله في البرلمان، والثاني نائب بيروت، والثالث هو شخصية سموها مسؤول الأمن ولكن هو مسؤول برأيي الأمن السياسي والاستطلاع إذا صح التعبير، وله دور أساسي يتصل في العلاقة حزب الله بالجيش اللبناني، بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، بالسفارات والدبلوماسيين. طيب. هو كان مدير التفاوض. وبالتالي سيد علي، العلاقات بين واشنطن وبيروت هل ستتأثر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار يعني أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية؟ هذه النقطة أريد أن أشير إلى هذه النقطة بالذات، وهي أنه اختيار شخصيات لها علاقة يعني تنسيقية مع الدولة اللبنانية كوفيء صفا، لأنه ما له رتبة رسمية، لكن النائبان هم ضمن المجلس التشريعي، ضمن مجلس النواب، وبالتالي هم من يعني الحلقات التواصل إذا صح التعبير مع مؤسسات الدولة اللبنانية. البيان الخزانة الأمريكية يحذر الحكومة اللبنانية مع التعامل مع هؤلاء الأشخاص، بمعنى أنه هذه أول مرة تحدي أمام الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية خلال هذا القرار، بأنه في نوع من أن هناك أشخاص موجودين داخل هذه المؤسسات التشريعية وأدرجوا على لائحة الإرهاب، لائحة العقوبات، وبالتالي السؤال كيف سيتعامل يعني الأطراف اللبنانية أو الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية مع هذا الملف؟ هل ستعترف به؟ هل ستقف ضده؟ وما نتائج طيب يعني سيد علي، الآن في عاجل وردنا وزير المالية اللبناني يقول بأن هذه العقوبات تؤثر على اقتصاد لبنان ولا تخدم الاستقرار اللبناني، ما رأيك؟ يعني بطبيعة الحال أنه نحن في دولة لبنان أساسا تحت سيطرة حزب الله، وهذا ليس أمرا جديدا، ولا يمكن أن يصدر اليوم أي كلام رسمي خارج يعني التوجيهات وتعليمات حزب الله. ووزير المالية هو أصلا حليف لحزب الله، وبالتالي من المتوقع بمعزل عن دقة موقفه أو صحته أو عدم صحته، لكن معروف أنه سيكون موقفه ضد بمعزل كما ذكرت عن موقف وزير المالية السياسي. برأيك أنت هل ستؤثر هذه العقوبات على اقتصاد لبنان؟ أنا بتقديري مسألة الاقتصاد اللبناني يعني مع الأسف أنه إدارة السياسية والاقتصادية في البلد إدارة سيئة، وإدارة الكل يعرف أنها واقعة في الفساد. أما تحميل أن ما الآثار السلبية لإدارة الاقتصاد والمال العام والمالية العامة إلى العقوبات، فهذا برأيي أمر يعني هروب من المشكلة الحقيقية واللي هي أزمة داخلية بالمعنى، وليست في علاقة لبنان مع الخارج. يعني أزمة المالية والأزمة الاقتصادية هي نتيجة سياسات وسوء إدارة وفساد مستشري، وهذا يعني تتناقله وسائل الإعلام بوضوح، ربط ذلك بأن لذلك سيكون له تأثير، يعني سواء صدرت هذه العقوبات أو لم تصدر
فإن وضع الاقتصاد اللبناني ينحدر من سيء إلى أسوأ، وهذا باعتراف المسؤولين اللبنانيين. وبالتالي هذه العقوبات لا أعتقد أنها لها تأثير يعني فعلي على هذا الموضوع، ولا أراها أنه عنصر يعني من عناصر ضرب الاقتصاد أو المالية العامة أو ما إلى ذلك، بالقدر الذي يمارسه أهل السلطة أنفسهم تجاه مسألة الاقتصاد ومسألة المالية العامة. وواضح أنه في هذا الموازن، النقاش هذا الموازن يكشف كثير من يعني سوء الإدارة وسوء إدارة يعني. شكرا جزيلا لك، وضحت فكرتك عبر الهاتف. كنت معنا علي الأمين، الكاتب والمحلل السياسي.